السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عندي الجروب بالشكل دوت وانا عايز اكرره واعمل له ميرور، بس في عنصر معين بيتعمل له دوبليكيت لان هما الحتة دي مشتركة. مثلا على سبيل المثال بقول له ميرور لدوت اهو، بيجيب لي رسالة ان في حتة مشتركة، فده يعمل لي مشكلة في الحصر وفي حاجات كتيرة. طيب الحل ايه؟ خلينا ناخد دي كده موف عشان اشوف الحاجات مع بعض. طيب في ناس بتعمل ايه؟ بتعمل سيلكت على دوت وتقول له اديت جروب، وبعد كده ريموف تشيل الحته دي. تمام، الحته دي كده شالت في كله، يعني دي ما بقتش في قلب الجروب ولا هنا، بقت موجوده في قلب الجروب. تمام، ده حل بس مش عمل شويه. تمام، في ناس تانية بتعمل جروبين، يعني بتعمل جروب لده وجروب لده، وده مره تخلي فيه حته وده مره ما فيهوش حته، وده برده مش عامل ايه قوي. في حل تاني هو ان انا هاجي هنا في قلب الجروب وادوس تاب، هعمل سيلكت على العنصر ده، هلاقي حاجه اسمها جروب ممبر، يعني انت عايز العنصر ده يبقى موجود يظهر معاك دلوقتي ولا لا. لما اجي اشيله، تمام، هو موجود، يعني موجود بس مخفي، اقدر في اي وقت اعمل سيلكت كده واقول له ريستور اول اكسكلودد. تمام، وبقيه الجروبات التانيه لسه موجود فيها. هو حل لي مشكله ان هو انا مش عايز يظهر هنا، بس الجروب التاني لسه موجود. لو في 100 جروب هو اختفى في ده بس، عكس ريموف. ريموف بيخلي ريموف بيخلي الحاجه تتشال خالص من كل مره واحده. يعني لما اقول له ريموف واشيل ده مثلا او ده، تمام، وده وده، فهم هيشالوا من كل الجروبات. تيجي في الجروب ده تقدر تلاقي نفسك بتحركه عادي خالص، ما بيتحركش هنا، وتحرك ده عادي خلاص هو خرج من قلب الجروب.